مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي بوابة الوفد الإلكترونية، توافد الآلاف بجوار ساحة النادي الإسماعيلي لأداء صلاة العيد، صلاة عيد الفطر المبارك. معكم على الهواء مباشرة محمد جمعة لرصد مظاهر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بتوافد أعداد كبيرة داخل ساحة النادي الإسماعيلي. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، يمكن تعالت التكبيرات هنا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. مظاهر العيد بدأت هنا وتحديدا من داخل ساحة استاد النادي الإسماعيلي كما تشاهدون متابعي قناة الوفد. سوف ننقل لكم حصريا صلاة العيد من هنا من داخل ساحات النادي الإسماعيلي الرياضي. معكم على الهواء مباشرة محمد جمعة لقناة الوفد وتلفزيون الوفد. مشاهدينا الكرام، متابعونا من خلال هذا البث المباشر.